شلة هي جرة صوت من قلب نابض صادق تصل لسائر المجتمع. أي شيء يعني شلس ووداع فراق مدح حب شموخ للوطن أي شيء لما يجر من قلب نابض وصادق صدقني يصل للجميع. الشلة هي مكونة من ثلاث ركائز مهمة: القصيدة الجزلة واللحن الجزل والأداء الموفق. إذا اجتمعت هالثلاث في شلة إن شاء الله بعد الله بعد قبول الله وبعد توفيق الله أنها راح يعني ينوجد لها صدى كبير. إحساس المنشد يختلف من منشد إلى منشد آخر. فيه منشد يعني متمكن إحساسه في غرض المدح، وفي منشد متمكن إحساسه في غرض الفراء الوداع والحزن والوجدانية أكثر، تختلف يعني، وبعضهم يجمعها كلها وبعضهم ما يعني ما يتفرد إلا في مجال واحد غرض واحد، تختلف. الشيء اللي يطلع من القلب صدقني يوصل القلب. الصفة هي صفة واحدة يحتاج منها الأخلاق والتواضع، ولا هو ما وصل للناس إلا هو مبدع وعنده مادة قوية توصلها للناس، بس يجب عليه أنه يكون ملتزم في أخلاقه. وهذه فطرة يعني، هذا مو على المنشد، على أي إنسان ما يخليك تستمر على الأرض البسيطة إلا أخلاقك وتواضعك، غيرها ما الناس ما تبي منك شيء. مجال الشلات مجال حصل على لفتة إعلامية ضخمة، فرض نفسه، استقطاب برامج ضخمة مثل برنامج البيت لمجال الشلات، الحقيقة جعلها ثقل في الساحة وزنها المعتبر. مشكورين الحقيقة على مثل هذه الفكرة وعلى مثل هذا الطرح.